مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم عن جد اكل كتير كتير طيبه وروعه، ورح تعجب الاولاد اللي عندكم وتعجبكم كلياتكم بالبيت. عن جد عن جد اكلي بتعقد بتشهي. شايفين منا شكل باستا بالدجاج والبشاميل، شكل اروع من هيك ما في، رائعه وكتير كتير طيبه وبتشهي. واو، كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا بالطنجرة مي مغلي، بضيف عليهم حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي، نص ملعقة طعام ملح، بتركن يغلوا لتستوي عنا المعكرونة حوالي 12 دقيقة. هيدي الباستا بعد ما سلقتها 12 دقيقة، هلأ بصفيها من المي. هلأ بحط زيت نباتي، حطيت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، بصلة حجم وسط مقطعتها بهيدا الشكل، رشة ملح بسيطة، منقلل بصلة، بس قلت البصلة وصارت بهيدا الشكل. هلأ بحط الدجاج، عنا 2 من صدر الدجاج مقطعتهم بهيدا الشكل، منحطهم فوق البصلة. حركهم، بغطي الطنجرة وبخفف الغاز، حركهم شوي، برجع بغطي الطنجرة. بس استوى الدجاج عنا، هلأ بضيف عليهم مشروم فطر، 150 جرام فطر، كمان رح ضيف حبق، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح، صلصة البندورة. حطينا حوالي ملعقتين طعام صلصة البندورة، خليكم مع بعض. بتركن يغلوا حوالي 5 دقايق. بعد مرور 5 دقايق صار عنا الخليط بهيدا الشكل. هلأ منطفي الغاز، بدنا نعمل طريقة البشاميل. طريقة البشاميل، أول شي منحط زيت نباتي، حطيت حوالي ملعقتين طعام زيت نباتي، ليطلع عنا البشاميل بنكهة كتير طيبة رح ضيف ملعقة طعام زبدة لور باك، 3 معالق طعام طحين نخلتهم قبل ما استعملهم، بحركهم مع بعض. لما متوفر عندها الزبدة فيها تحط بس زيت نباتي، ضيف عليهم نص لتر حليب، حرك تحريك مستمر عشان ما يكبتل عنا الطحين وما يلزق عنا الحليب بالطنجرة. ضيف رشة ملح صغيرة، كمان ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، بس صار عنا الخليط بهيدي السماكة كرامي، صار بهيدي السماكة. هلأ بطفي الغاز ومنكفي الطريقة أنا وياكم. باستا منضيف خلطة الدجاج
ضيف باستا كمان برجع. البشاميل اللي بقي عنا بعد ما حطيت البشاميل على الوجه عنا هون جبنة تشادر، ممكن تستبدلوها بجبنة مازاريلا. هلا بدنا نحط على وجه الباستا، بنوزع الجبنة قد ما فينا على الوجه. شو أكلة عن جد بنصحكم تجربوها، وبتمنى تجربوها قد ما طيبة سهلة وكتير طيبة روعة. هلا بدخلها فرن حامي درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هيدا الباستا بالبشاميل اللي عملتها أنا وياكم بعد ما طلعت من الفرن، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.